وينضم إلينا من مدينة سبها الليبية الأستاذ إدريس أحميد، صحفي وباحث في الشأن الليبي والمغاربي. أستاذ أحميد أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. أستاذ، خلافا لدورات السابقة، لماذا تكتسي هذه العملية، عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة، أهمية بالغة بهذا الشكل؟ بالطبع يعني هذه انتخابات حاسمة ومهمة في فترة خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي تراجع عن اتفاق 6+6، وأحدد بعض الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس السيد محمد تكالة الذي أراد إعادة النظر في بعض القوانين الانتخابية، وأيضا عارض موضوع إقرار ميزانية من البرلمان، وأيضا يعارض تشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق أعضاء من مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة في القاهرة. يعني هذه كلها الأمور تحسم يعني هذا الصراع من خلال الانتخابات بين السيد محمد تكالة والسيد خالد المشري، الذي كما ذكرتم يتفق وكان له اتفاق وتناغم مع مجلس النواب في الذهاب إلى تشكيل حكومة وفي الذهاب إلى الانتخابات. لذلك يعني الأنظار تتوجه. نعم أستاذ أحميد، هناك 3 مرشحين كما ذكرت تنافسون في من أجل الظفر برئاسة المجلس الأعلى للدولة، هل هؤلاء المرشحون أمام انتخابات سهلة ستحسم من الجولة الأولى، أم حسمها يحتاج إلى جولة ثانية برأيك؟ أعتقد أن يمكن الذهاب إلى جولة ثانية، لأن هناك انقسام داخل المجلس الأعلى للدولة، أطراف تؤيد السيد محمد تكالة، أطراف تؤيد السيد خالد المشري، أطراف ستؤيد السيد عادل كرموز. فالمنافسة حامية الوطيس بين الأطراف، وننتظر يعني النتائج. نعم. طيب بالنسبة للنتائج، ما تأثير نتائج هذه الانتخابات على مستقبل العملية السياسية في ليبيا؟ نعم، أعتقد أن المجلس الأعلى للدولة الاستشاري يعني يعارض مجلس النواب، وأيضا لا يريد تشكيل حكومة جديدة، وأيضا يتناغم مع رئيس الحكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد بيبة الذي لا يريد مغادرة منصبه، ويريد حكومته هي من يشرف على تشكيل الحكومة، وهناك خلاف بين رئيس الحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب. هنا يتضح انعدام الثقة، يعني انعدام الثقة، فلذلك أصبح السجال بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، مما يعكس أن المشهد يحتاج إلى 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 عودة الثقة بين الأطراف، وأن هناك انقسامات عميقة، وهذه الانقسامات استمرت ولا زالت تستمر في ظل غياب الشارع الليبي الذي يجب عليه أن يطالب بإنهاء هذه المراحل والذهاب إلى انتخابات. أيضا يعني ضغط المجتمع الدولي، أعتقد أن المجتمع الدولي يجب عليه وتحديدا الأمم المتحدة والمبعوث الأممي أن يحدد مواطن الخلل، وأن يكون عامل مساعد في حل هذا الإشكال، لا أن يتفرج وربما يختلف مع الطرفين فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وبما معنى أن تبقى البلاد في حكومات مؤقتة وفي اتفاقات مؤقتة، لأن المشهد الليبي يحتاج إلى فعل، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تنفيذ، وضع النقاب على الحروف، لأن البلاد تعاني، والمشهد الليبي أصبح واضح للجميع. المشهد الليبي يحتاج إلى حل، سواء من الأطراف الليبية أو من دور الدول المتدخلة في ليبيا، وأيضا دور دول الجوار التي يجب عليها أن يعني أن تسعى وتبذل مجهودات من أجل ربما يكون دور دول الجوار، دور المغرب، أفضل من دور الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. دور مصر ربما يكون أفضل. أيضا لا ننسى التوافق التركي المصري من خلال علاقات مصر وتركيا، فأعتقد أن لهم دور مهم وتأثير مهم
في الاستقرار في ليبيا وحتى الأطراف على الذهاب للانتخابات، وبعث الاستقرار في ليبيا أفضل من دور الدول الأوروبية على سبيل المثال المتحدة الأمريكية أو الدور الأممي. نعم. الأستاذ إدريس أحميد، صحفي وباحث في الشأن الليبي والمغاربي، شكرا جزيلا لك.